الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. اهلا بيكم. دايما اقول على طنط رعب المهاجر مرض ذو الالف وجه، وحكايه المرض ذو الالف وجه دي المرض له ظروف برزنتيشن وتواجد بشكل ما يختلف من حاله لحاله. من ضمن الحالات المثيره جدا للطنط رعب المهاجره لما تعمل كيس على المبيض. ليه الحاله دي مثيره؟ لانها اكيد هتاثر على المبيض وتكون سبب من اسباب تاخر الانجاب، لكن الاثاره تكمن دايما في التعامل مع هذا الكيس. اختلف الحوار في العلاج لهذا الكيس المشهور عندكم كلكم، أقول لكم عارفينه، كيس الشوكولاتة على المبيض. هل نشيله ولا نسيبه؟ طب لما نشيله هيأثر على مخزونه المبيض ولا لأ؟ طب هل المدرسة اللي كانت بتشيله قبل كده دي مخطئة تماما؟ إيه الجديد؟ إيه اللي بتقوله القشري دلوقتي اللي هي المؤسسة نقول عليها مرجعية للتعامل الجراحي مع بطنة رحم المهاجرة والكثير من المشاكل الخاصة بالنساء وتأخر الإنجاب؟ ده هنفهمه النهارده بالتفصيل مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية طب قصر العيني، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة والمؤسس لمجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، الاسم القدير والميجا ستار لهذا المجال. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن. أنا بحضرتك حرقت موضوع الحلقة كده. لا أنا ما حرقتش، ده أنا بس تفسر. انا ما اقدرش احرق حاجه، انا بحطها في الفرن تسخن. مش المفروض اول سؤال ان انا ايه هنتكلم عليه النهارده؟ لا ما هو اصل الراجل قال، ما هو هاني عامل بس. طيب ماشي. انا عموما هبين ان انا مش عارف حاجه، يعني انبهرت. انا اسالك أيوة سؤال. طيب تمام. بس الاول اسمح لي ان ارحب بضيفي العزيز النهارده، اسمه متميز للغايه في منظومه عمل مراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، دكتور مصطفى عبد الجليل، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض، والمدرس لامراض النساء والتوليد وعلاج تاخر الانجاب بكليه طب قصر عيني. اهلا بيك يا دكتور مصطفى. اهلا بحضرتك دكتور عين. منورنا. منور حضرتك. سؤالي للدكتور هشام هنتكلم عليه النهارده. لان انا متشوق الحقيقه، هنتكلم عليه النهارده فيما يتعلق. وعلى فكره اقول لك على حاجه، السؤال الاجمل ان انا اقول لك ايه، هنتكلم على ايه النهارده فيما يتعلق ببطنه الرحم المهاجره، ويعني بطنه الرحم المهاجره ده اوبن بوك. يعني ده امتحان. تمام. طيب احنا يعني انا هاخدها من منظور تاني. لو ايه المنظور ده؟ تعالى بس مع الحته دي. الحته اللي هي الكلينيكال براكتيكال، اللي هو ده اللي بيحصل فعلا، اللي بيحصل في حالات تاخر الانجاب. تمام. مش هناخدها بمنطق الكتاب والشرح العملي للطلبه والاطباء، لا احنا هناخدها من منطق العملي الفعلي كلام العيانين، الكلام الحالات. بالظبط كده. الحاله عندها تاخر انجاب وكشفت عند طبيب وقال لها انت عندك تاخر حمل وانت عندك ما يسمى بكيس دموي، عندك كيس دموي والكيس الدموي دوت هيروح لوحده. تمام. هي انتظرت ان الكيس الدموي يروح، الكيس الدموي يروحش، شهر 2 3 كيس دموي يروحش، راحت لحد متخصص اكتر فقال لها ده مش كيس دموي، دي حاجه اسمها كيس شوكولاتي. ايه الكيس الشوكولاتي وايه الكيس الدموي ومين الاكثر اهميه؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه. هنسال دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، الدكتور هشام عشان اديله فرصه يتكلم. القى لك الميكروفون او اعطاك الميكروفون والميكروفون معاك الان. ما هو كيس الشوكولاته الشهير؟ وبجد بجد لما قال لي كيس شوكولاته او كيس، صح كده؟ ايوه. يختلف عن الكيس الدموي؟ يختلف عن الكيس الدموي. الله. لا طب انا اقول لك على حاجه بامانه بقى، انا ما اعرفش. ايوه. قول لي بقى ده دكتور مصطفى، ايه الفرق بين ده وده؟ هو كيس الشوكولاته ده نوع من انواع بطنه الرحم المهاجره اللي بتصيب المبيض. لما بتصيب المبيض بيبتدي يكون كيس، الكيس ده بيكبر، كل بيحصل فيه نزيف كل شهر زي الدوره، بس بتحصل جوه الكيس ده، الدم ده بيبتدي يتجمع جوه الكيس. مع تكرار النزيف شهريا طبعا الكيس ده بيبتدي يكبر، الدم اللي فيه بيبتدي يتكسر، وبيبتدي الدم ده يتكثف وبيعمل ماده عامله زي الشوكولاته، عشان كده بنسميها كيس شوكولاتي.
ده كيس الشوكولاته. طب كيس دموي؟ طب كيس دموي عباره عن كيس دموي؟ لا، ده تبويض طبيعي للسيده. مع التبويض ساعات بيحصل شعيرات دمويه زي بتفرقع، فبيحصل نزيف بسيط جوه الكيس ده، وده اسمه كيس وظيفي، بيروح لوحده خالص، او ساعات بعلاج بسيط في خلال 3 شهور. لكن الكيس الشوكولاتي لا، ده محتاج طبعا تقنيات مختلفه من العلاج، وممكن ما يروحش لوحده خالص، يحتاج تدخل. اوكي، اذا كيس الشوكولاته هو اللي احنا معنيين بيه دلوقتي. اللي احنا معنيين بيه دلوقتي الكيس. في فرق ما بين الكيس الشوكولاتي والكيس الدموي. الكيس الدموي ده كيس وظيفي. يعني ايه وظيفي؟ يعني خلل في وظيفه البويضه. البويضه، او خلينا نكون بقى اصحاء اكتر، الحويصله اللي جواها البويضه. الحويصله قاعده تتنفخ لحد ما وصلت للحجم، الحجم اللي هو المفروض خلاص تفرقع والبويضه تخرج من الحويصله دي وتخش للرحم اللي هي اسمها التبويض. ما حصلش التبويض ده، الحويصله قعدت تكبر وتنفخت وتحولت الى كيس. ده اسمه كيس وظيفي. الكيس الوظيفي ده احيانا زي ما قال دكتور مصطفى فيه شعيرات دمويه بتفتح جواه، فيبقى فيه شويه دم، يبقى كيس وظيفي دموي. ده امره سهل، امره هين، بيختفي لوحده، بيختفي مع دوره، مع نزول دوره، او بيختفي مع دورتين، او لو ما اختفاش شهر شهرين حبوب منع الحمل وبيختفي تماما. لكن الكيس الشوكولاتي ده حاجه مختلفه تماما يا دكتور ايمن. الكيس الشوكولاتي ده نتيجه بطانه رحم مهاجره موجوده في المبيض. يعني ايه بطانه رحم مهاجره موجوده في المبيض؟ يعني في بطانه رحم موجوده في الرحم عادي طبيعي، بس في بطانه رحم كمان تانية موجوده في المبيض، جوه المبيض. طب بطانه الرحم اللي جوه الرحم بيحصل لها انها بتتخن كل شهر، ولو ما حصلش حمل تتحلل وبتنزل وبتعمل دم الدوره. في مجال ليها خروج، في مجال ليها انها تخرج. لكن بطانه رحم المهاجره اللي موجوده في المبيض لما تتحلل وتتحول لدم هتروح فين؟ مش هتروح في حته، هتفضل متحوشه في المبيض وتتحوط بجدار ليفي. جدار ليفي عشان كيس ده الجهاز المناعي بتاع الجسم، هو اللي بيحوط شوية الدم ده بالظبط كده بالكيس الليفي ده، وتتحول الى ما يسمى بالكيس الشوكولاتي. وشتان ما بين الاثنين، سواء في التشخيص وسواء في العلاج. دكتور مصطفى، ايه لما اقول لك اقول السؤال كده، الطريقه المثلى للتعامل مع كيس الشوكولاته، هيبقى السؤال مظبوط؟ يعني انا بسال بطريقه صح، ولا يعني اغير السؤال واقول لك ايه الجديد في علاج كيس الشوكولاته؟ هو الحقيقه مفيش حاجه اسمها طريقه مثلى لعلاج الكيس الشوكولاتي، لان هي بتبقى على حسب الحاله ككل. يعني سن الحاله بيفرق جدا في التعامل مع الحالات دي، المخزون بتاع المبيض بيفرق، تحليل الزوج بيفرق، حاله الانابيب بتاعت الزوجه بتفرق. فهو لازم كل المعطيات تبقى قدامي، وبعد كده اقرر ايه اللي ممكن اعمله للحاله دي. لان في دكاتره كتير قوي اول ما بتشوف حاجه اسمها كيس شوكولاته، لا انا هعمل لك منظار بطن بكره ولازم نستأصل الكيس ده، وده للاسف في حالات كتير جدا بيبقى مش احسن حل. ده في حالات كتيرة جدا ما بيكونش احسن حل، ما يكونش احسن حل فعلا. ده شيء مهم جدا 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 جدا. طب هات القصة من اولها، عشان جدا كتير دي لازم اجيب من اولها. جدا احنا بالنسبة لنا المبايض ده كنز، زي ما القصيتين بالنسبة للراجل، المبايض بالنسبة للزوجة كنز حاجة بريشس جدا جدا. فعشان كده ما فيش استسهال في التعامل مع كيس شوكولاتي، مش مجرد كيس يلا نشيل. الموضوع مش كده، مش كيس يلا نشيل، لا، ده احيانا كتير بيبقى كيس في مبيض واحد والمبيض التاني سليم وبرضه مش بنقرب له. عشان كده زي ما قال دكتور مصطفى، احنا في التعامل مع الاكياس الشوكولاتيه في المبايض، وانا بتكلم من منظور تاخر الحمل، مش بتكلم من منظور اخر. يعني احنا دلوقتي مراكز رياض للخصوبه بتعالج تاخر الانجاب. تاخر الانجاب في حالات عندها بطانه رحم مهاجره على شكل كيس شوكولاتي جوه المبيض، لا، يبقى لازم زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه، بنفصل العلاج على حسب الحاله. الحاله دي عندها كام سنه؟ مخزون المبيض بتاعها قد ايه؟ فتره تاخر الحمل قد ايه؟ سنتين ثلاثه ولا 7-8 سنين؟ الزوج حالته قد ايه؟ حالته اخبارها ايه؟ يعني قنوات فالوب سليمه ولا غير سليمه؟ بناء على الخمس معطيات دول احنا فعلا بنقرر هل نحتاج ان احنا نستقصد الكيس ولا لا، احنا لازم هناخد مسار اخر، الا وهو الحقن المجهري. طب اضيف على الخمسه اللي دكتور مصطفى قالهم يا دكتور ايمن حاجه سادسه، الكيس الشوكولاتي ده طالع في المبيض واحد ولا في المبيضين؟ لو طالع في مبيض واحد وسنها صغير
وعندها مخزون مبيض كويس وفترة تأخر حمل مش طويلة، يبقى ساعتها ممكن نحن نستأصل الكيس ده عن طريق المنظار. لكن لو طالع في مبيضين أو مخزون المبيض أصلا ضعيف أو بوردر لاين على الحركرك بالبلدي، أو فترة تأخر السن، فترة تأخر الزواج عفوا طويلة، أو الزوج حالته مش 100%، أو قنوات فالوب فيها مشكلة، فإحنا على طول بنلجأ إلى الحقن المجهري. والحقن المجهري في حد ذاته بإذن الله ربنا يجعله سبب إنها تحمل، وهو برضه هيجعله سبب بإذن الله ربنا إن يحصل انكماش في بطانة الرحم المهاجرة. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب قصر العين الاستشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية للخصوبة تأخر الإنجاب، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، واحد من ميجا ستارز هذا المجال. وجودك معنا شرف كبير لينا، يسعدني الثقافة العلمية الطبية ليس على مستوى المرضى ولكن أيضا على المستوى الطبي في التعليم للأطباء. شكرا جزيلا. وحضرتك يعتبر مرجعية لكثير من الأطباء المتخصصين في مجال تأخر الإنجاب. شرف لي أنا. شكرا جزيلا. ده شرف لينا يا دكتور هشام. خليكم دايما مع الناس الحلوة. جودة شعبان علي محمد من الفيوم مركز بشوائز. أنا متجوز بقالي 13 سنة. والله اولا الحمد لله رب العالمين، يعني على كل شيء، يعني دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني تعبنا كتير ولفينا على دكاتره كتير، يعني عندنا في الفيوم وجينا هنا في مصر في مراكز تانية، بس يعني يمكن ما فيش داعي لذكر اسم المراكز. يعني لما جينا هنا الحمد لله رب العالمين وجينا عن طريق دليل، يعني حد معرفه كده، يعني جه هنا المركز بنا كرمهم يعني من اول مره والحمد لله رب العالمين، فدلنا على المركز. ولما جينا ودخلنا المركز يعني صراحه قبلونا مقابله كويسه وعملوا لجنه طبيه وطمنونا يعني والحمد لله، وعملنا كل التحاليل واي طلباتهم طلبوها منا احنا عملناها وطمنونا يعني والحمد لله رب العالمين، ادونا يعني امل. والله الدقة في تشخيص الحالة بصراحة، يعني زي ما يقولوا عندنا كده في الفلاحين بيفصصوها، يعني ما بيخلوش أي حاجة بصراحة. يعني أنا كنت في الشغل وكنا طبعا عاملين التحليل وكده، واتصلت بالمركز ولما قالوا لي أنا بصراحة يعني كان شعور الحمد لله رب العالمين، يعني أنا لدرجة أن أنا ما كنتش قادر أمسك نفسي، يعني أنا الحمد لله رب العالمين، طبعا شعور ما يتوصفش. طبعا انا متجوزه 2/3/2008، بقالي 13 سنه بالظبط، من تاريخ ما اتجوزت لغايه ما جيت مركز الرياض وانا في معاناه ما فيش خالص، عملت عمليات كتير وكل حاجه في الدنيا تخص الخلفه عملتها، ربنا ما قرتش، بس ربنا سبب لي ان انا اجي مركز الرياض عشان ربنا يعني يرضيني ويديني. عملت منظار رحمي، خدت طبعا الاول العلاج ان انا ممكن ان انا اخلف من غير عمليه، فربنا برده ما قرتش 3 شهور وربنا ما قرتش ان انا اخلف طبيعي. فبعد كده دخلنا بقى ايه في مرحله الحقن المجهري، فعملت منظار رحمي والحمد لله طلع كل حاجه تمام، ما فيش اي حاجه. وبعد كده طبعا خدت علاج التنشيط، عملت سحب بويضات والحمد لله طلعت بويضات الحمد لله كويسه جدا، والحمد لله عملت العمليه وربنا اراد وحامل في توأم. اول ما عرفت ان انا حامل انا والله ما صدقت اصلا، يعني انا كل الناس تقول لي انت حامل انا مش مصدقه خلاص، انا كنت يعني طبعا روح ما يقاس من رحمه ربنا، بس انا يئست خلاص، لان ما خليتش مكان ما روحتوش في مصر كلها. فطبعا مركز الرياض ربنا امر ان هو يكون سبب فرحتي، ودي كفايه عليا قوي. ده مركز الرياض ده يعني لو واخد جزء من قلبي.
فجأة إن التلفزيون ما بيسحبش النظر وما بيضعفوش، اللي نظره ضعيف نظره ضعيف، واللي نظره قوي نظره قوي، هو بيجهد العين، بيجهد عضلات العين. هو عامة جراحات الانكسار البصري في الجراحات اللي احنا بنسميها الجراحات السطحية، اللي هي زي جراحات الليزك وجراحات الفيمتوليزك وجراحات الليزيك، اللي هي الجراحات اللي بتشتغل على القرنية، اللي هي بنعمل فيها إعادة لتشكيل شكل قرنية العين بحيث إن هي نستعيد عن العدسة النضارة بنشكلها على قرنية العين. كنا متخيلين إن هو هيقلع نضارة وهو صغير وطلع إن هو مش هيقلعها، إن إحنا ضحينا بعينه، بقيت عمره هيدخل في مشاكل إحنا ممكن ما نبقاش قدها.